يشارك وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، يشارك في اجتماع الجمعية العامة 41 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 250 للمجلس الحاكم واجتماعات اللجان الدائمة والفعاليات المصاحبة والمقرر عقدها في العاصمة الصربية بلغراد خلال الفترة من 13 وحتى 17 من شهر أكتوبر الجاري. ولمزيد من التفاصيل حول هذه المشاركة معنا عبر الهاتف من بلغراد سعادة السيد محمد السيسي البعينين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب. مساء الخير أستاذ محمد، ما هي أهمية مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في هذه الاجتماعات وما هي أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها؟ مسي عليك بالخير وعلى الأخوة المشاهدين الكرام. طبعا تفعيلا للدبلوماسية البرلمانية يشارك وفد الشعب البرلمانية برئاسة السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيس مجلس النواب البحريني، وفد كبير يمثل الدبلوماسية البرلمانية. دور البرلمانيين طبعا في تفعيل وتوطير العلاقات الدولية والإقليمية دور محوري لتعزيز هذه العلاقات. البرلمان الدولي طبعا راح يجتمع اليوم احتفالا الاتحاد البرلماني الدولي الاحتفال بذكرى مرور 130 عام على تأسيس هذا الاتحاد. نعم. فبتكون العديد من المواضيع للمناقشة العامة، وعلى سبيل المثال تعزيز القانون الدولي والأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي وبحث موضوع التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. وكذلك سيتطرق إلى دور البرلمانات في ضمان الحق في الصحة بجانب اجتماعات طبعا اللجان الدائمة واللجان الفرعية ومنتدى نساء البرلمانيات ومنتدى البرلماني الشباب الذي عقد اليوم وشاركت فيه أنا عصر هذا اليوم، واجتماع طبعا جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل والأنشطة المصاحبة. اليوم كذلك تم التصويت على وثيقة التغيير المناخي اللي تقدمت بها الهند وحصلت على 809 صوت وفازت هذه الوثيقة ولله الحمد، وهذه طبعا احدى المحاور المهمة من ضمن برنامج عمل البرلمان الدولي. نعم السيد محمد السيسي البعينين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق.